السلام عليكم مشاهدينا الكرام، نرحب بكم في هذا الموعد الجديد من برنامج مواطنون مع وقف التنفيذ. يبدو أننا لن نستطيع الابتعاد كثيرا عن أزمة السكن التي أضحت تفاقم هموم المواطنين وتزيد من معاناتهم. من عين بسام ولاية البويرة شرقي الجزائر، عائلة تعيش في مقبرة، لا ماء ولا كهرباء ولا حتى سقف. عايشين في العصر الحجري، ما عندهم ني غاز ني الماء ني الكتريسيتي ني تلفزيون ني بيت الراحة، والدراري تاعهم يقراو على الشمع. العائلات هذو راهي طالب بالكرامة تاعها، راهم يطالبوا بمأوى يحميهم من الشتا ويحميهم من الشجار اللي دايرين بيهم ويقدروا يطيحوا عليهم في أي وقت. شوفوا معنا الروبورتاج باش تفهموا بزاف حوايج. خلي الداخل باش تشوفوا مليح، على خاطر تسالاس انا ما شفتش تسالاس مزيان. اخزر بعينك ونهدر لك فمي، وهضر الشراب ما فيه في البيبي والتيرني، تاخذ فيها التيرني. الا كان كرتو بلاتي كي دار من لاكي هذه من والله ما يملبس عقبو. تقول شوف دعوه خير وشوف كلش ديال. قولي لي انت وين قدام؟ ها هو ها هو حنا قلت لك تفضل داري كاع خويا الدوله، وربي الا ما استعملناش في الدوله حنا بلي مستحق. هذه زعما مزربين عليها على روحنا ودايرين فيها قاع مزربين على روحي. هاك تشوف فيها لا تلبس لا غير تيرني كرتو بلاتي ما كاينش. هذه ديك الناطحه هذه معروف تكسروا لي هذه الحيطه. وكي جينا ما شفتش كي طاح عليها احنا اللي بعد الصجعه اللي نحلب بدنا بكوه، ما تلاقي ما عندوش غير الفخاده. انا ملي بعت بيوك حياتي عاد نخرج لبرا، ما فريت لا نخدم برا ولا نقعد في الدار نعس ولادي. في الصيف سخانه، في الشتاء برد، وفي الطريق الريسك. الطريق ماهيش مليحه، الطريق الريسك فيه انت نلف في العيب، احنا الناس كاع عيب عليه. ما عندكش رجلك؟ ما رجلك؟ ما عندي رجلي، ما عندي وليدي كبير، وليدي مور 14 سنه، وبناتي هم كانوا ثلاث انسى، واحده تزوجت وزوجهم مزيان انسى، وعندي خمسه صح زوجهم انسى. في الليل ما خافش يخرجوا ويحنوا انسى، وانا في الليل نخاف. ما عطاولكش شكون؟ ما عطاولكش. دخلت لي في 2010، ودخلت لي في 2011، ودخلت لي في 2012. كل ما ندخل لي خطرتين في العام يقول لي الصبر هذا الخطر. هذا ما يقول لنا الصبر هذا الخطر. السخنة تطلع السخنة، الصبر هذا الخطر. هذا يقول لي الصبر هذا الخطر، هذا خطر وخلاص. بعد كاين والو يقول هاك المين في جوجو، لا تقوم السخنة تطلع السخنة تطلع السخنة وسهل. ها النور في جوجو، كل خلينا من نور. المهم كل الخطايا اللي كيدوني هذا الخطر. عمري برك دخلت لي خطرتين، هذا المال اللي راه جديد دخلت لي خطرتين. يقول لك ايه ايه والسجرة طاحت عليا. قلت والله يا في اللي مرقد غير حق ربي غير لي بومب يحط لي يوم في صلاة المغرب. ولا غير احنا في الليل نوياها، في الليل نوياها. الدار هذي تقسمت الكوزينة، هذي تقسمت كده حط السجرة وهزات، لا هذي تقسمت احنا. كان لي ساكن في الديار بلا تلباس بلا الكورت بلا، وزيد مع الموت ماشي مع الحي. مع الموت الماء المخامش يديروا لا غير الوقايه تاع المخامش. الوقايه خرجوا قال لك كردموه الماء تاع، قال لك كردموه. وترسيتي ما كاش، ما كاش الماء، ما كاش ترسيتي، ما كاين لا ماء ترسي البير في الخامج حاشاك ما يصلحش طول العام. وترسيتي شاف دايره والله غير قلتها له، قلت له دينا ترسي كي ماكش قادر. قال لي ترسي ممنوع في المقبره، نعطيكم السكنه. بعد ما كاين والو كرهنا حياتنا. انا مش قاعده نعيش في ذا البلاصه انا ثاني، ولا ماني قابله تما نقعدش، ما نقعدش ما نقعدش ما نقعدش انا ثاني ما نقعدش. ما يجيكش انا باش ما نقعدش. والله غير يقلب على القط فوق الدار. نقول لك شو عندك قلت لي كلك شو عندك يجينا في اللي شكون راح يسلقنا احنا؟ هذا وليدك هذا صار هذا هذا ولاده في زوج هو ولاد هذا ولاد ربيبي في زوج، وهذا امه هو وانا المره الثانيه. ما يقعدش عندي خمسة، واحدة قلت لك تزوجت وربعة مازال، وثلاث بنات وطفل اللي مازال، وطفل صغير 14 سنة وشويه رجلة مسكين. يا حال هذاك عبد ماش حتى جا كيما صحت تونس بيه، ولا غير قط زوج مطارق مسيك غير من مشاكل دائما. أنا ولا عندي اللازم الطفل والله كي تصب مطار وشي مخلي حاكم اللازم كيف كيف. صافي طولوا لينا الخدمه، ما تقش نخدم على ولادي خلاص.
ولادك يقراو؟ راهم يقراو في ثلاثة البنات قلت لك الكبار زوج، واحدة زوجته والأخرى حبس المقرية. كيفاش يقراو في الدار؟ بالشمعة ونظل نعيط بالشمعة وكيدود في السخانة الدوب وفي الريح ثاني هكذي. ما كنتش نعرف الشمعة هذي توا لقيتها. تنى المير المير هو قاتلنا. ماشي خلينا مثل الحياة تكسر خلينا. من هزال تاع الأرض. كيفاش ملبسة تحت. الدرجة راه الذيب واش أنا نديرو حنايا؟ الدرجة راه الذيب الطوارق في الليل يديرو فينا رايح. عاونونا الدار والبلدية يعني على ما عيطوناش حقنا، عيطونا حقنا سيدي رانا ميتين حنا في الدنيا. أنا عندي في عمري 45 سنة، عندي 17 سنة هنا كومبل بزاف. 17 سنة والله غير 17 سنة. وكيما هو قلت لك قال لي المير نوري نوري ليها وخرج طلع في الديليت. قال لي بدلي الدوسي تاعك باش ما تكونش ديال الوراثة، نعطيك باسمك كل واحد باسمه. خذيت رايو بدلت الدوسي قلبته باسمي، الدوسي تاعو هو بقى محطوط. من بعد ولا يقول لي الصبر العام الجاي، الصبر العام واحد اخر، حتى سكول الباطيمات هذو تاع السبيطار طمعونا بهم سوء. شاف الدار قال لي هذوك تدو فيهم تاع الصوصي. تاع مفتاح. التلفزيون. وكاش بهذا. كاش كاش. شكون قلت لك دائما تعفر معاه، يطلع فوق جيراننا. والله يهبط الله يقول لي روح نتفرج. كاش بالو والله هذا نورو نضاربو على البالو نورو نضاربو باش يتفرج. نقول له روح خلينا من البال هذا ربي يسهل عليه. يقول لي قلت لك نروح ولا نضار وانا وياه يقول لي يغلبني يغيظني. نقول له روح. وفي اللي نزل نبقى نقص فيه كيف كيف برا حتى يجي. انا اللي حاب نقول لهم يهدي وكان يهديهم ربي يعني ما كان لها يخلونا في العتاب ويدوا الذنوب منا في الدنيا وفي الاخره. وإذا كما تابعتم مشاهدي الكرام تلك هي كانت معاناة هذه العائلة التي تسكن في مقبرة. معنا مباشرة السيد مزارع لي. سيد مزارع لي أهلا وسهلا بك. ألو سيد مزارع، أنت أحد ساكنين هذه المقبرة، تسكن في هذه المقبرة؟ نعم. لماذا سكنتوا في هذه المقبرة؟ كان شيخ تاع الله يرحمه سكننا احنا في 75. في 75 عندنا 130 سنة كنا ساكنين. نعم. وما عطاوكمش السكن؟ ما عطاوناش. أنا داير الدوسي تاعي من 2050 والشيخ راه دايرو أقل من 78. هاو توفى الشيخ تاع الله يرحمه اللي باقي أنايا. أنا والجوز تاعي ومرتبطين. طيب كما كراها السكن تاعكم في المقبرة من 75 كيفاه الكهرباء ما وصلوها لكمش حتى الآن؟ لا مش عارف. شكينا شكينا اللي يشكولوا بالعقل 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 حتى الساعة هذه مازال ما كان والو. وش يقولوا لكم لما تروحوا تشتكوا على الكهرباء وعلى السكن؟ الكهرباء قلنا لهم قال لك مقبرة ما نديرولهاش ممنوعة. وإحنا ماناش بعاد على البلاد. بيننا وبين عام الشام أمريكيين كيلومتر برك. طيب وما تخافوش في الليل مثلا المقبرة كما شاهدنا في التسجيل يعني منطقة خاوية معناها في الليل كيفاش راكم عايشين فيها ما تخافوش؟ كيما أنا كذا كيما أنا واحد 80000 فاي صح. كيما زراري هاك تعرفي زراري صغار لازمهم يخافوا. كريش في مكياج ضو مكياج طريق مكياج القراية ما مش يقراو. والتدفئة كيفاش راكم تدفاو إذا الكهرباء ما كانش كيفاش راكم تتسخنوا في الليل؟ أنا نستعمل الشمعة برك. نستعمل الشمعة ونشعل. ما كانش مكان اخر ممكن تسكنوا فيه ما عدا المقبره؟ ما كانش ما عنديش انا ما عندي حتى بلاصه نسكن. درت الدوسي تاع السكنه وقاعد نستناني نسكن. طيب احكي لنا شويه سيد علي مزاري بمن اتصلتوا يعني برئيس البلديه مثلا بعثتوا شكوى للوالي شكون هما الناس اللي درتوا اتصال معاهم؟ رحت لشيخ الدائره قال لك نستنى انا نستناو ما كانش الليل ثاني نفس الشيء هكذاك وراني قاعد نستنى ما على باليش ماني عارف. صحيح اخ علي راك انت قلت تسكنوا من 75 وانتم حاطين ملف السكن يعني تستناو كل هذه المده مش راكم بزاف استنيتوا؟ انا من 2005 المهم في 2005 درت الدوسي تاعي تاع السكنه قبل ما كنتش داير. لكن قلت الاب تاعك كان ساكن من 75 ما كانش داير ملف سكن. من 75 كي كان الشيخ الله يرحمه كان عساس في المقبره. نعم كان عساس في المقبره. كان عساس في المقبره معناها سكن في سكن وظيفي. نعم ثلاثي. وما عطاولوش سكن الاب تاعك نهائيا ما وعدوهوش بسكن؟ ما كانش قالوا له نعطولك وما كانش ما عطاولنا لا سكن لا لا شيء. طيب السيد علي لو السلطات الان تسمع فيك ما هي الطلبات اللي تقدمها لهم؟ واش نطلب انا نطلب لازم يعطوني سكنه وياخذوني مثل ما صاي واش نطلب منهم؟ طلب بسكن؟
نعم طالب بسكن ولا تتمنى انهم يعطوا لك الكهرباء مؤقتا حتى يوزعوا السكنات؟ هذه هي ظل الكهرباء، الكهرباء ما كاينش، الكهرباء ما عنديش، ما عندي حتى حاجه، المهم اللي موفره ويوجدوا هذه ماذا فيا. طيب شكرا لك جزيل الشكر السيد علي لتواجدك معنا. سيد علي احد ساكنين هذه المقبره في عين بسام ولايه البويره. نستمع الان للسيده زريق نصيره. سيده زريق نصيره اهلا وسهلا بك. سيده نصيره انت معنا؟ لاني معك وعايشه كثير ربي يعيشك. الله يخليك شكرا، نحن مبسوطين بوجودك معنا سيده نصيره. احكي لنا عن المعاناه نتاعك، احنا شفنا التسجيل يعني مأساة، لا كهرباء لا ماء لا حتى شيء، يعني كيف راكم عايشين في هذه المنطقه؟ انا اسمي مولاي اختك. تفضلي. انا غير اللي جيت عندي 18 سنه بس. نعم؟ 17 ولا 18. انا من اللي جيت سمعنا مع المربي وفيال. نعم، قلتي عندك 17 سنه وانت تسكني في هذه البلاصه. انا جيت عندي 18 سنه وشتي شتي ما كاش، الكهرباء انا كما نقولوا انتم، الماء ماشي مليح. وفرد ما كاش وفيها الريسك ماشي مليحة. طيب انت ما تخافيش في الليل سيدة نصيرة؟ أنا ما عرفتش أنا كان كيروح مازال علي نساب وبرك في الليل ونروح لبيت هكذا ولا كاش ولا ما أنا خاف ما عمرني ما أنا بقيت قاعدة ناس يقولكش علي يدخل ليا. طيب انت كنت تروحي للمير بنفسك قلتي كنت تزوري حتى مرتين في العام، واش كان يقول لك المير؟ علاش علاش يعني ما عطاكمش سكنة إلى حد الآن؟ المير اللي طلعنا طلعنا ومن بعد طلعت الدي بي تي وخلاص راح، وهذا اللي زاد 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 تخشي خطرتي خاطر الاول انا لا هي بدي خاطر الاول بدي تخشي قال لي قال لي دي بي نبدا في تعسك روح تزيدتي 15 ما بيك نبدا في تعسك ما حبش يجاوبني قال لي هذا ما قال لي ما حبش يجاوبني بلي مدلي. طيب والسكنات اللي قلتي تي تسرباو قدام السبيطار وقلتي كنت تستني المير قال لك بانه نعطوك في هذوك السكنات، كتوزعت القائمه يعني شكون الناس استفادت من هذا السكن؟ ايش المير؟ تفضلي. ايش الدار؟ كي دخلت ليه؟ قلت له والله ما كنتش ساكن لازم بدي حكي العظم احنا على الظلمه والجبانه الخوف لما تقعد ماشي مليحه تعرف الغرقه الجيران ما كانش خوف علي انا. الشجر تعرف بلي ماشي اللي حسن يطلعوا علينا هنا نخافوا كنت نلعب مع عباد الصغير نموتوا واحد ما يبقى حي ولا نتكسروا ولا ما يطلعوا ماشي يصير له. لا وش قال لي؟ قال لي ايه ما صار مرتي يقول لي ايه؟ قال لي نقدر نسوي دار نديرك. سيدة نصيرة الصوت تاعك فقط ماهوش يوصل واضح، لو ترفعي صوتك قليلا باش نسمعوك وقولي لنا المطالب نتاعك السلطات لهم يسمعوا فيك، ما هي المطالب نتاعك اللي تقدميها للسلطات؟ يبدو ان الصوت مازال لا يصل واضح. شكرا لك جزيل الشكر سيده رزيق نصيره، نشكرك على مشاركتك معنا. اذا مشاهدية سوف نتابع الجزء الثاني من هذا التسجيل فنتابعه سويا. كم انت ساكن هنا؟ 65 65 65 زين، لا تريسيتي لا طريق لا لا ماء لا غاز لا شهريه نورمال والسكنة هاك تشوف هاك كيف هاك الدوسي تاعنا من 2005 تاع السكنة ما كان والو كان والو ملي تخرج السكنة ما كاش ما كاش ما كاش مي خرج جماعة نسمع جماعة هكذا يقولوا له ودي خرج اسمك اسم كيف ما ديتش نقول له ودي مانيش عارف نروح نشوف ما كان والو. خطره في الحمله تاع كيما طار فشت ولي فات الزنق هذا كاع طار رحت لي بومبي ما جاو رحت ماركيت في البلديه جا ضربوا طلع هكذا خزروا ما جابوا لي غطاء ما قالوا ليكش ما خصك من ثم حوسوا فيا لك هاد الساعه نرقد هنا هنا نرقد
وتكفيك الشمبرة هذه؟ على حسب ما كاش تضيق وليدي ما عنديش. والفيران كيف؟ كاينين ولا غير كاينين، كل ليلة تعفسني واحدة. فكرتني كل ليلة تعفسني واحدة، درت لهم مرة ياكلوهم يمكن شربوا الماء. ها هذا نطير بها أنا وليدي، رانا في تحت الذين قاع في ثلاثة، أنا غا في ثلاثة. طول هذاك دلنا كيف ولا من الجري والغروقات في الشتا، والله دراي هذوك في الشتا بلي بوط بلي بوط، نخرجو بلي بوط. خلي خويا فهمت الحاجة كيفاش راكي ترقدي في الشمبرة كيما هاك. هاني كفاية نركض وش وقطاري، القطاري تايا ملاقي قلم واعن. هاك تشوفوا بعينك غير العبد كان يهدر لك كذبوا، حنا النور يقول لكم تكذبوا. تطلع السكنة هذا ما يقول لنا تطلع السكنة وساكت. شكون نوري؟ النوري المير هذا رحنا ليه قال لنا ما كانش ذكنا، قالنا ما كانش السكنه ما كانش السكنه. قداه واحد خرج قالنا كي يعقوب والعيد راحوا زعما تماركو، ما نعرف وليدي ولو ولادنا تعدا وجلا. هذا الخلايق اكثر من اللي تروحوا للحج، اللي حج يحج في دارو. سمعت اللي حج مش حتى تخسر دراهمك تلقى اللي تكسي هذاك حجك. احنا راني وثق المرض وقع عنا والمرض اللي دي وقع عنا. كي يلقاك الشتا الماكلة وما تحلالك من المطورة الغروبات، ولا تزيد تدخل الغار تنشقيت عود كما قلت انت والطوان. هاك شوف بعينه قالوا لي ما شاف بعينه كذب. هذاك انا راي كنت هامل على روح مراكبين ونخدم على روح. هذا صار نطلب يعطوني دار وكوزينة وصالو وراني مربية وليدي. السؤال الذي يطرح علينا نفسه بقوة مشاهدي الكرام، هل هناك عائلة أشد من هذه العائلة حاجة إلى السكن؟ لعلنا نجد الإجابة عند الناشط الحقوقي عبان مزيان، من صور مع هذه العائلة وعاين وضعيتهم. بعد الترحيب بك السيد عبان مزيان، كنت أنت من صورت هذه الفيديوهات في هذه مع هذه العائلة في المقبرة. ربما لن أسألك لماذا لم يعطوهم سكن، أنت وصفت حالتهم بأنها تعبر عن العصر الحجري، كأننا لا كهرباء لا ماء لا أبسط الحاجات التي ممكن للمواطن أن يحتاجها. في رأيك هذه العائلات، هل هناك عائلات أشد منها حاجة حتى لم تحصل على سكن؟ مساء الخير عليكم. مساء النور. سي سور كو كاين عائلات سواء راهم في الحاله اللي راهي في نفس العائلات هذو او بلاك اكثر من العائلات هذو. انا كي رحت تماك يعني كانت صدفه، اني تلاقيت بالعائلات يعني وحكوا لي على كي كنت يعني سامح ولايه الدويره، حكوا لي على العائلات هذو ورحت شفتهم وما تصورتش باللي يقدر يكونوا عائلات في الحاله هذه في الجزائر 2013. يعني حاله مزريه. وكي تعمقت يعني كي شفتهم وفيلمتهم وقصرت معاهم عرفت الحاله تاعهم، كي كملت فيلمت وخرجت يعني تلاقيت مع سكان واحد اخرين حكاوا لي الحكايه تاع العائلات هذو وفهمت بعمق المشكل تاعهم. المشكل تاعهم اعمق من ما نقدر نتصوروه حنايا. المشكل تاعهم يعني الجزائر بعد الاستقلال، يخص تاريخ الجزائر، تاريخ ليستوار كونتمبوران تاع الجزائر والقيم اللي تبنات عليها الجزائر بعد الانديبوندونس. ما نقدرش نحكي لكم على المشكل بالتفاصيل خاطر العائله هذه ما طرقتش ليه، مي نقول لكم برك باللي يعني التاريخ الجزائري ويعني التاريخ الجزائري بعد الاستقلال. انا اتصور بان كل ان الجزائريين عندي وكلهم متساويين في الحقوق وفي الواجبات، يعني سواء حنا كاع جزائريين وما فيهاش جزائري ناقص وجزائري زايد عليها. ولكن لماذا أنت قلت كاين هذه العائلات وكاين عائلات عندها حالات مشابهة أو أسوأ، هذه العائلات لماذا لا تتحصل على السكن الاجتماعي؟
لماذا لا تتلقى يعني الا الوعود؟ انا تمنيت لو كنت لقيت مع رئيس البلديه باش نفهم منه حوايج واحد اخرين، خطر المشكل السكن يعني ما معروف في الجزائر، مشكل السكن. لكن المير يعني رئيس البلديه هو ما قال لهمش ما نعطيكمش سكن، هو كل مره يعطيهم وعد تقريبا 17 سنه هذه العائلات عايشه بدون كهرباء على امل الحصول على سكن. على بها قلت لك باللي المشكل يختلف عائلات، هذا هو مشكل واحد اخر. المعروف في الجزائر انه في عائلات ما عندهمش سكن ويطلبوا بسكن. بصح ثلاث عائلات هذو عندهم مشكل واحد اخر متعلق، قلت لك متعلق بالتاريخ الجزائري بعد الاستقلال. يعني والمشكل انه ثلاث عائلات هذو ما عندهمش علاقه بالمشاكل يعني الخاصه بتاريخ الجزائر. ولكن يعني لديهم حقوق. سيدي فيكتيم هما. ويبقاو حاصلين في بلاصه كيما هذيك على 2 كيلومتر، ما كانش يعني لازم تعرف عين بسام قبل، لازم الناس تروح لعين بسام وتعرف واش عين بسام. طيب انت حطنا في الصوره، انت زرت عين بسام، كاين ناس كثيره ما تعرفش، ما عندهاش فكره على عين بسام، حطنا في الصوره سكان عين بسام كيف هي، كيف يعيشوا، ازمه السكن وراهي واصله هناك. عين بسام هي بلاصه تاع المستعمرين في الوقت الاستعمار. يعني كي تروحي تما تما البنايات كاع قديمه تاع وقت الاستعمار. وهذه انا نهضر لك على لازيله، فتما البنايات اللي تبنات ماشي حاجه كبيره. فديرت كي تروحي تما تلقاي بنايات تاع المستعمر تاع الفرنسيين. وبرا عين بسام كاع كيفاش يقولوا؟ كاع قربيات ما تلميش غير العائلات هذو، بالك العائلات هذو اللي راهم عانيين اكثر من الاخرين. بصح انا تجوزت في الشهور اللي داير على عين بسام، وحالات مزريه ثاني. قربي كاع الناس ساكنين في قربي، كاع الناس كي توصلي تماك ما كانش الموديرنيتي. طيب في السؤال الاخر سيد عبان مزيان، حتى نقف ربما مع حالات اخرى، هل هناك اشكال في العرض؟ هل هناك عرض قليل للسكن ام ان هناك تلاعب في توزيع السكنات؟ في رايك اين هو المشكل؟ هناك الكثير من العائلات تعيش حالات مزريه ربما مثل هذه العائله، مع انه حق السكن هو مكفول لجميع المواطنين الجزائريين. انا جو بونس بلي المشكل هذا ما راحش ما با ايتي بري اون كونسيديراسيون، هذا ما با ايتي بري اون شارج تيل كيل دوا لاتر. انا نظن بلي لي دوموندور دو لوجمون في الجزائر هما اون نومبر تري امبورتون، دونك الدوله ما تكفلتش بالسوجي هذا كوم يل لو فو. وكاينه واحد وحده اخرى بيان سور ومعروف في الجزائر شد مد، وكاينين ناس مساكن اللي ما عندهمش بالك ما عندهمش حوايج وما عندهمش، دونك مهمشين من طرف السلطات سواء لوكال سواء ولايال سواء ناسيونال، هذا سي سيور. مي انا نقدر نقول باللي المشكل هذا ما راحش نتكفل كما ينبغي في الجزائر. هذا قضية السكن. شكرا لك جزيل الشكر الناشط الحقوقي عبدان مزيان، شكرا لك على تواجدك معنا. ربما ما لا يمكن تصديقه ان تكون هناك عائلات لحد الان تعيش بدون كهرباء وبدون مياه، وكما شاهدتم الوضعيه ربما الصوره كانت خير دليل على ما نصفه الان. اذا مشاهدي الكرام كانت هذه القصه الاولى من عين بسام، والان ننتقل الى قصتنا الثانيه الى بلديه الحلاف ولايه غليزان غربي الجزائر. السيده بن هيدوم تروي تفاصيل ماساتها وقصتها بعد اصابه زوجها السيد الجلالي بن هيمود الحارس البلدي في حادث عمل افقده بعدها القدره على الشعور بمن حوله او بما يفعله. وللقصه بدايه ترويها لنا السيده نعيمه بن هيدوم في هذا التسجيل التالي. زوجة بن هيمود الجلالية هذا المريض اللي طاح تفلق، اللي من نهار طاح تفلق بدا المشكل تاعي، أي كاع عنده الوثائق اللي تثبت باللي طاح تفلق وعنده كلش، بصح للآن حتى يومنا هذا مازال ما تحصلت حتى أي على الدخل.
بورتون عندي الوثائق اللي تثبت باللي هذا الانسان طاح عندهم تفلق في مكافحه ارهاب. وكان يخدم معاك؟ كان حارس بلدي، رئيس حارس بلدي، كانوا في اطار مهمه. واش من عام؟ في 98، عام 98. كل ما كانت العشريه السوداء هذيك كانت صعبه في ذاك الوقت. مالغري عندي الوثائق تاعو تاع الطبيب وعندي وكل بصح عيط نشكي كامل بصح ما عطاونيش حقي، مازال ما عطاونيش حقي. عندي فوالا هذه تاع الوالي الولايه عاطيني بلي نتي حقي، عندي بورسونتاج 80%. هادو سيبلي الوالي قالي بلي بين تجيبينا في واحد باش نسولك الوضعيه تاعك، جبت له كلشي كامل الوثائق. وهادي تاع الحادث تاع مانيش عارفه انا دي تاع ديكلاراسيون هادي تاع لاكسيدون تاع الحادث تاع المونسيرونس ديالك لوفاني بورسونتاج صابت 80%. وعندو مام فاني تاع المحضر اثبات المعاينه اللي بين بلي زوجي نيشان طاح في مهمه مكافحه الارهاب. وعندي مام بي في تاع الجدارميه. وللعلم فاني اخلي ضحيتين زوج كانت ليهم الارهاب وأب والاب تاعو مجاهد بصح عيط نشكي عيط كامل. والحارس المدير تاع المندوبيه تاع الحارس البلدي ما بغاش يعطيني حقي، سكر عليا كاع البيبان، كاع الناس شكيت لهم كاع عطاوني حقي بصح كي وصل عند هذا الدوسي هو حبسه لي عنده، حبس لي ما عندكش الحق. الا راكم تسمعوا فيا وزاره ولا مسؤولين ولا عندكم كاش هكا صلاحية عاونوني في سبيل الله، هاد الإنسان خدم بلادكم، هذا كان داير البلاد هي الأولى باش نجي أنا مرا الزوجة. حقرونا حقروني عايشة بالطلبة، عايشة بالطلبة، عايشة مع ولادي ناكلوا من العرس للموات، نغبنا بركات ما طقتش لكم تسمعوا فيا بوجه ربي. طاح من كاميو تاع عسكر ومن ذاك اليوم ما بقى صحته راه مريض، خاطره بغى ينتحرنا حتى سلكت امه ولحقوه الجيران. مطلب من رئيس الجمهوريه يساعد، قال لاختي قال لها بنصنع لك دويحه حتى صابتو اختي بيجي يفرهو حتى ما لحقت ليه سلكته بيضربنا يكسر علينا الصوالح. الدواء خطره ما ينفعلوش رايك ملو يضرب ماما ما يخليناش يكسرنا كل شيء. مش حاسي راسو مش حاسي روحو كاع خطرات يقولنا توما قاشي ولادي عاينا، خطرات يضربنا يطيح فينا بتيو على وحده. طلب من رئيس الجمهورية بيشان أدوية راهي قدام هاي من لك أدوية هادي مع نيرالي طول هادي مع بيش. أنا مانيش قارية بزاف ما نعرفش، أنا الميزيرية هي اللي علمتني نعرف كل حاجة باسكو تميزلت على جد دراري من اللي طاحوا وراني أنا مو أنا بوي وأنا كل شيء. دواء تاع طبيب أعصاب إيه تاع الأعصاب. ولا المرة الأخيرة هنا قال لي كل خطرة عنده يسيسيد كل خطرة يدير حاجة في نفسه يبغي يقتل روحه. أو الدليل أو الدليل قدامكم إيه محاولة انتحار، محاولة انتحار حارس بلدي سابق اللي ما في ولايه الارهاب ما دار له والو بصح في العنف كي سقبت البلاد وكاع شو صرالو ما سمعتش باش لي يهضر خاطش كاع شكيت لهم وكاع جاو معايا علاش يسكتونا مين يقيس لي الدوسي علاش يسكتو على ما واحد ما تحركش علاش كاع كامل سكتو. العداله كامل انا على بالي كون نروح للعداله هو كيما 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 تبعني في البيروات وهزمني على بالي في العداله يهزمني. شكون هذا؟ هذا تاع رئيس المد باسكو حلف فيا وداني داني انا الاولى قال لي والله ما تدي فرانك روحي لبوتفليقه. على بالي روح للعداله ونخسر دراهمي باطل، راكم تعرفوا الوقت اللي رانا فيه دراهم كل شيء دراهم، شي يديروا واحد الطلبه كي تروحوا تقولوا معلش عندي ما عنده حتى فايده معايا انا كي يضربوا على القضيه تاعي. هذا راه إذا كان واحد عنده سلطة لهذا
عند المدير تاع اللي راح يحس بروحه كيشعر قاضب كاع باسكو نيشان سي فري نيشان كوما يشتاكل على روحهم ما يحبسوش الدوسي وما كانش لي هدر خاطش كان شكيت لهم وكاع جاو معايا علاش يسكتونا مين يقيس لي الدوسي علاش يسكتو على ملح واحد ما تحركش علاش كاع كامل سكتو من القرايه روح نحمل الشكار تاع دقيق مخيم وما تقال عليا ما عطفتش لا جال ما نقدر لازم نعيش عايشه بالفارينه غير الفارينه والزيت الفارينه والزيت الفارينه غير خبيز غير خبيز غير باش ما يبيتو لي شاكل بالزمان غير خبيز برك حتى هما اصلا ملوا الخبيز لو يشوفوا لي خبز يقولوا لي ماما صاي شبعنا هذه هي كيما راكم تشوفوا يا خالتي ها الحال ما كيما راكم تشوفوا عندي حتى زعما غير درك راسي وصايب السكنه وماهيش تاعي مسكنيني فيها حباب ربي كاريني نقول كامل قلوب الرحيمة هادي لي تعرف ربي تعاون غير في هاد الدراري قد لي نكبرهم برك هذا ما كان شو طفلة صغيرة وبالتمانية سنين حسيت لي شغل حياتي حبست خلاص ما كحبس راجلي حبست معايا تأمنون الأم كي نبغي نغسل كالزوجين نقول لا ما نغسلش كالزوجين نخليها لولادي باش بيروحوا شبو سخين قاعدة كيما راكم تشوفوا فيا ما طقتش ما طقتش لا اله الا الله محمد رسول الله عاونوني يا خاوتي هذا نبغيكم عاونوني نسمع دراري يقولوا غير فم كبار ماهوش صغار عاونوني لبيت ربي المشاهدي الكرام نتحدث إلى السيدة بن هيدوم ولكن بعد هذا الفاصل القصير أجدد الترحيب بكم مشاهدي الكرام ونواصل قصة عائلة بن هيمود التي تعاني أصيب الزوج الحارس البلدي في مكان عمله وإصابته سببت له مرضا مزمنا جعلته لا يعي ما حوله أو ما يفعله وزوجته وأولاده لا عائلة لهم ولا دخل ولا بيت ولا حتى تعويضات نتصل الآن بالسيدة بن هيمود لتروي لنا القصة كاملا السيدة نعيمة أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا أختي بسمة ونشكر قناة المغربية تكرس بي وفكرت في الأمل السيدة أنت على الآن على الهواء مباشرة احكي لنا القصة نتاعك يعني احنا من خلال الفيديو عرفنا بأنه طالبتي ودفعتي الكثير من الملفات بتحصلي على منحة لتقدر تتعاوني بها أولادك ولتقدر تعيشيهم بها ولكن لم يمكنوك من ذلك لماذا؟ لا بليش تفرشني الأقلادة بالدريجة احكي بأي طريقة تناسبك إن شاء الله أي طريقة مهم توصلين الفكرة نتاعك قلتي بأنه مدير المندوبية الحارس البلدي هو اللي يرفض باش يسوي لك الملف تاعك وقال لك روحي لبوتفليقة وما نعقب لكش الملف لماذا؟ علاش حقد عليك؟ لا موسبة لأن الأولاد على نحبك قال نحبك الوثيق الأولاد قال لي هذا قال نحن عندنا وبعد ما جودك الناس اللي يجيوا الخير كاش الناس مش يجيوا كان سائل قاكتي كان يجيوا الخير دعاوني رئيس القائد الدرك الوطني تغيري جانس طيب
طيب ولكن هو انت لما روحتي قدمتي شكوى بانه الملف تاعك شحال عنده زوجك من اللي توفى تقريبا او من اللي اصاب تقريبا 17 سنه، يعني كل هذه المده ما قدروش يسولوا الملف نتاعو، يعني هذه مده طويله جدا. ما شوفي الوقت فاضي، انا نكون صريحه معك. تفضلي. انا زوجي تاعي هذا كان 70% مريض مرض عقلي، بصح كان حاسس فيه الراي تاعي جاي جد والعالج عن طبيب متكامل. نعم. بصح ال 20% الاخرى هو كذا مسؤول وانا ما نقدرش نهضر، بس كنخاف على راسي، انا مراه هنايا ما نقدر ندير والو، اختي كي جابت لي. انا فهمتك، انا فهمتك. كنت عليك حقا ودي حقا، ما نتكلمش على ولادي تاعي في الاخر. وجيت وحصلت عزو في هذا كامل، حصلت عليه. جبت لها نتيجة عزة أمي اللي صابي لي عيه قالوا لي ما تخدمش تجيبي، جبت هذا كتبت معينة، أنا والله كتبت معينة، كي دخلت هذا طارق في البلدية قال لي قولي له أنت وين جبتي هذه تاع كتبت معينة، قال لي خبريني، أنا قال لي راكي لو جبت اشتري جبتيها. أكيد جاوبتي؟ نعم. والآن كيف راكي تعيلي في أولادك سيدة نعيمة؟ عايشة في حديث ولا 14 سنة يبيع سوق خطر سكر وخطر سكر ويموت حتى تيجي يجيبوا الطعام في محلة ويجيبوا الماكلة في الصيف، ولادي يخرجوا الجبال ويجي ولادي باش يجيبوا في الحشتة أي باش يطحوا ونغسلوا باش ندير لهم كيما نقولوا احنا عايش ولا نخرج لهم كثرة عيش ما في القهوة ولا كثرة كثرة عيش ما في القهوة كثرة مش خاصين ما نحكي لك اخت لما يجيني يطول ما مش خاصين نقول لك انت تطول ما نحوسش في الغولة عندك ولا عندك شوال في الهواء تخلصي برك. سيدة نعيمة مازلتي معنا؟ كم أولاد عندك سيدة نعيمة؟ عندي ست، الله يبارك وكا أكبر. الله يبارك ما شاء الله. الله يبارك. سيدة نعيمة دوكايا لو السلطات يستمعوا فيك، انت ممكن طلبك الوحيد انك تحصلي على منحة تقدري تعيلي بها اولادك. لو الان يستمعوا فيك ما هي المطالب اللي تتقدميها؟ انت في خلال الفيديو ذكرتي حتى السكن، ما عندكش سكن، ساكنة في هذا السكن فقط مؤقت. سكن كان عندي بصح ما نقدرش عليك السكن، لو كان طحت بيا طحت الوقت على هذه الحالة هذه، بس كنت راح في مشكلة في صحتي ما نقدرش عليك، طلبوا لي عملية تاع 10 ملايين، 10 ملايين انا شكون اللي يعطي هذو كي اختي ولادي شكون اللي يبدلهم في قلبي راجل مريض. بعد كاين واحد الناس كي شنو الحالات تقولهم كي يقول لك واحد كي يجيبهم خدا العبودية وراحوا جاو خواص بالتدوير وكي غادي انا نلقاني ابغى واحد مساعد يرجع حالي، ابغى واحد مرسي يرجع حالي، انا استاسم تقول لي الدرج البلادية وجاني التوكيل. يا هل ترى بك الحق هذا اللي قالوا لك هذا اللي جبت لك ما عنديش وراثة ما عنديش مانيش فاهمة انا يا باسكو كي واحد كي يحتاج ما يحسش واش يدير الاخت كي داوي اكيد مش حاجة سهلة. وسيد بن هيمود الوضعية تاعو كيف راهي الآن؟ يا هل ترى راه يتحسن شوية؟ ما تحسنش هو ما راح يدير اللي دخل لي ما صحة دو كان يا طق شوفي انسان تحت اليمين هذه اليمين ما صحة تاع الامراض العقلية. نعم. كي نفات ما نكذبش عليك ولادي ما قلبيش فكر راهم كبار، عندي ولاد زوج محسنين وثلاثين هادو راهم كبار رجاله قال لي ماما لا لا. ولكن هو في بعض المرات يتعدى على الاولاد، بعض المرات يعني تجي حالات يعني صعبه، كيفاش راكم تتعايشوا معاه؟ مع الزوج تاعي كيشوفوا عليك تاع يضربني هكا باسكو واعر هو مين يكون صعب يكون بيت صعيب صعب كيفاش تضرب راني طايق يعني يقول لي بدوا الكاميراتو كي باهنا الضغط. نعم ماني معاك. كبار راهم معايا دوك ما عندوش صح صح ليش نضرب على راجلي نفتح لك ونفتح لك صح ليش نجيب لهم الصحة. فهمتني برك انا راني ما راني معاه ولادي محقورة وين تحارى الدخلة يما الصحة وين ولادي ما تبغاش. ما تبغاش تبقيني الاخت ولا ما تبغاش راه ما ولدي تبغاش ما تبغيش. كيف بدي تكون هذا قضية صغيرة. سيدة بن هيمدوم حقيقة ما قلتش باش نزيد نسألك أسئلة أخرى، يعني كرويتي كل التفاصيل من خلال تسجيل، والآن نتمنى في القريب العاجل يستجيبوا ليك ويعطوك المنحة اللي راك أنت طالبتها ومحتاجتها، وعندك الوثائق اللي تثبت كل شيء، تثبت بأن زوجك راه تعرض لحادث عمله في مكان عمله، وتثبت بأنك يعني معوزة وما عندكش اللي يعيلك ما عندكش بيت. نتمنى أنهم يستمعوا للشكوى تاعك، واسمحي لي أن أحييك على هذا الصبر وعلى هذا الجلد، فعلا أنت مرأة من حديد تستطيع
استطعت أن تصبري وتتحدي كل الظروف منذ 17 عام، فدعواتنا لزوجك بالشفاء إن شاء الله، وأرجو أن يلتفت إليك المسؤولين، وما تطلبينه هو حقك وليس منة من أحد. شكرا جزيلا لك لتواجدك معنا مشاهدي الكرام. ننتقل الآن إلى قصة أخرى، هي قصة ربما لا تقل مأساوية عن القصص الأخرى. ننتقل إلى قرية الشطية أو حي الأسويت ببلدية الشطية وادشلف، لأهالي هذه القرية أيضا ما يروونه نشاهده في هذا التسجيل التالي. احنا سكن الاسويت الشطيه شارع دايره ولاد فارس ولاد شلف، كاين اللي يسكن هنا من 99 من 2000 من 2001 من 2003 بشهادات مدرسيه هنا في ليكول هذا، ما عندنا تريسينتي يقيسونا في الليل حاقرينا يقدرينا الزوبيه هنايا تقول له يقول لك باللي انت ما عندكش حق. كاين الناس اللي عندها دراري ما مش خدامين، رانا عندنا 21 يوم وحنا بلا تريسيتي. راهم مسمينا اصحاب الزوبيه. جرينا لشاف الدايره، جرينا للمير، جرينا للولايه، كنا مع الوسيط الولائي وهدرنا معه البارح ومازال رانا في 21 يوم كاين اللي مشتاق الماء باش يشرب ميه بارده. وحنا شتكينا وكنا احنا ماركين احنا الولا. ما كاينش اللي تماركوا في الفوضوي الولا، احنا الولا. بصح انقلبت وقال لك المير كي رحنا ليه قلنا له هذا المير جديد بلي الطومبار يدخل علينا، قالنا انتم راكم مربينا، هذه هضره يستقبلنا بها، هذا رئيس البلديه جديد هذه هضره يستقبلنا بها، حنا بلا تريسينتي اللي تروح ليه يقول لك ما عنديش فهم، لمن نروحوا حنا؟ شكون اللي عنده الحل ويواجهنا؟ حنا طالبين باللي الدوله تعطينا تريسينتي اقرب وقت ودير لنا حل اقرب وقت وتفوتنا حنا الورد، راهم يعانوا عانينا كرهنا ولادنا قراوا ولا هنا تخرجوا، كان اللي تخرج كاين اللي تخرجوا كاين اللي تخرجوا راهم في الجامعه راهم يقراوا، كان اللي راهم يقروا كان اللي يخدموا كان اللي راهم في الارمي، ها واحد منهم هنا كان يقرا لهنايا راه في الارمي خدام في الارمي، وحنايا قال لك ما رفدناكمش في 2007، احنا 2007 وين كنا؟ كاع هذا قرار رئيسي رفد كاع الجميع، لا حتى حنايا يقصونا من هذا الرحمه هذه، على حد يخلينا في رواد وعندي وثائق تثبت بلي هدرنا في الجرنال حتى الوزير سكن وما كان حتى حد في الجزائر، انا كنت تروح للمير قال لك انا انتم ما بقاش مرفودين كاع، روح للدائره ولا دبر راسك، رحنا للدائره ما استقبلوناش كاع، هبطنا للولايه استقبلنا الوسيط برك الوسيط كاع، بعثنا وين بعثنا؟ بعثنا اللجنه نتاع الفوضوي ماشي حتى المسؤول كاع ما شفناش حتى مسؤول، اللجنه تاع الفوضوي قال لك انتم قارعوا منا وهاك راهم رايحين الدوسي تاعكم يطلع للوزاره وراكم مركزين في 2011 وقارعوا حتى بلا من 8 شهر عام عامين. رانا طالبين الحل، رانا طالبين الحل، حنا رانا طالبين الحل ما طالبين كيما راك تشوف خويا كيما قال لك حتى واحد ما شاف فينا وحتى واحد كيما قال لك مسؤول ما جالينا، لا قف محرومين ما قف رمضان محرومين من كلش، زاد حتى دوك رحنا نشكو عليك قال لك انت ما عندكش حق، ما كاينش جزائريه ما كان كيما قال لك لا سكنه ها شوف مني مزرين مغبنا ولادنا مغبنا، عندي انا 4 دراري كيما قال لك واحد جا قصدوا لي طون بهار راني نجري معاه كيما قال لك في السبيطارات، لا اله الا محمد رسول الله، انا مزرين انا مغبنا حتى واحد ما شافينا في البوطي قدموا لينا وقولوا لنا ندير لكم حل وندير لكم، بس كيما راك تشوف خويا ماشي مازال ما كي تطيح النوت تضرب هنا نبات حي نبات نسيق تضرب لي للتحت الاخ، والله غالبك تشوفوا كيف الحاله اللي رانا عايشين فيها عايشين فيها، وها فيسي عند راسي وين يا لي تواليت نروح وين دايره تو عند راسي ما كاش اخ، بغينا نبنو قال لك ما فوضوي ما تزيدوش الضو مكان الماء مكان نجيبو من البراريك، وماشي اي دار منا كاع راهم هكا مساكين كاع وليداتنا مغابين معانا، حنا مغابين وهما مغابين معانا، لا ما واحد كاين ورقه نخبدو فيها غير ورقه كنروحو نخبدو ولا ريزيدونس غير ورقه كنروحو نخبدو يقول لك جيبي لا ريزيدونس، لازم انا ما خدمتش عند الغاشيه ما نخدمهاش، بنتي جيت مدخله اللي كنت عذبت بداخل بنتي السنه اللي كل عذبتني بداخل، غطيت غير بكتاتين بالحوايج وزربت بكسب ودرت كوزينه بداخل على قدي، دار ما لحقتش بالصحه اخو الاخ والمطبوره حاجك دايرتها غير من الباب كي نقعد داخل يزيقوي المرض الحبوبه، كان عندي 6 سنين بلي ساكنه في السكنه تاع من 91 وحنا هنايا نعانو
لا سكنة لا ماء لا ضوء. الدراري جبتهم تيشا حتى طلعوا راهم في واحد في الجامعة واحد راه في الباك. البنات تزوجتهم كنت نوبات نطلب عليهم في 98 في 97 هكذاك والله ما نشعر بها. وتقولي سنتيم لا ما جيت كنت هنا هربوني العرهاب. قولها من هذه قول هذه ايه سبحانها وحرش من العرهاب ما حرش من العرهاب. جيت كنت عندي سيفتي وجيت تحولت سكنت هنا يا. راني ساكن هنا يا ما نشعر بها والو أخويا ربنا ولك العبد. من 98 راني ساكن هنا هنا كيما راني ضربت منه كلش ونفوتي هنا يا بنا بولادي. ها هو هذاك واحد ولادي هرهني هذا وين واحد ثاني اخر من هي ولادي بولادهم ورانا سكنا عندنا في الشنابر ندخل ليهم ضربك اللي طوالت فيهم السكنه فيهم. يجيني واحد ضيف فيهم والله ما عندنا حتى كرنا نحرقهم وجاي عندي السكر عندي مبعوج من كرشي الله غالب ضرك وين نروحوا باقي لي جوغ ما حبنا نطرب. ها هو وليدي ها راه وين راه وليداتو عنده ثلاث ذراري ها راه وين ثلاث اخر معوق عنده 100% وراه مسلميت. إذا كما تابعتم مشاهدي الكرام تلك هي معاناة سكان حي الأسويت بالشطية ولاية شلف. معنا مباشرة الناشط الحقوقي عبد النور لعله يعطينا تفاصيل أكثر فهو من صور لنا هذا الفيديو. نرحب بك سيد عبد النور. سيد عبد النور أنت معنا؟ للأسف الشديد فقدنا عبد النور. نتمنى أن نتصل به مجددا ونحاول معه أيضا لنعرف تفاصيل عن هذه القرية أو هذه المنطقة. لماذا لم يتم إعادة تسكين هؤلاء السكان؟ لماذا إلى حد الآن ما زالوا في هذا المكان اللي كما وصفوهما بناء هش وقصديري؟ لا يوجد ماء، لا يوجد كهرباء. الكثير من الطلبات ربما المتطلبات البسيطة لم يتمكنوا من توفيرها لهم. عاد إلينا عبد النور الآن من جديد. سيد عبد النور أنت معنا؟ أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا سيد عبد النور. كيف تصف لنا قرية الأسويت أو حي الأسويت بالشطية؟ قرية الأسويت بالشطية تعتبر يعني من أفقر القرى على مستوى الولاية ولكل حال يعني معاناة السكان هذه دامت حوالي 15 سنة وأكثر. سكان يعني لجأوا لهذه القرية يعني بطريقة يعني فرضوية بعد ان فروا من يعني البعض فر منها مجيء الارهاب والبعض فر يعني من ازمه سكن وهناك يعني عده مشاكل اجتماعيه ادت هؤلاء السكان الى تكوين يعني شبه يعني شبه قريه مصغره من حوالي 36 او حتى 40 عائله تعيش في ظروف يعني مزريه للغايه من بين يعني انتقلوا يعني بعض المظاهر. هناك يعني يعني السكنات هذه مبنية يعني بطريقة فوضوية من طرف فضائح الزنك وال وبيوت طين من الطين. طيب سيد عبد النور ألم يتم التفكير في إعادة إسكان هؤلاء يعني الوضعية نتاعهم مزرية جدا يعني ألم تفكر البلدية في إعادة إسكان هؤلاء؟ هل تم هناك توزيع سكنات اجتماعية ولم يتم وضعهم في هذا الإطار في إطار توزيع السكن؟ يعني هناك يعني حسب تدخلات المواطنين بالطبع هناك يعني هذه الحالات مسجلة يعني تم إحصاؤها قبل سنة 2007 وهناك مرسوم رئاسي يقول باللي يعني الناس اللي تم احصائهم قبل سنه 2007 يتم اعاده اسكانهم يعني يعني باي طريقه. لكن بالمقابل هؤلاء يعني تم احصائهم رغم ان هناك سكنات يعني في المدينه الجديده بالشطيه هناك سكنات يعني مغلقه وهناك سكنات يعني كما قال السكان هناك تم اعاده بيعها من طرف الصنافره الى غيرها. يعني رغم الشكاوي ورغم النداءات المتكرره من هؤلاء السكان ورغم الوعود يعني هناك يعني مسؤولين محليين متحدثين في العهد السابقه قاموا بزياره هؤلاء السكان ووعدوهم باش ياخذوا من هذه السكنات لكن لم تتجسد وجود وعود مسؤولين الى يومنا هذا. طيب في الأخير سيد عبد النور لم نتمكن من الاتصال بأهالي هذه المنطقة، لك أن تجمل لنا طلبات هؤلاء الأهالي. طلبات يعني تكمن في طلبة أي مواطن جزائري وهي يعني بالدرجة الأولى السكن يعني اللي يشوف الصور ويشوف يعني الشريط على الفيديو السكان يعني معاناة ما كانش أكثر يعني معاناة أكثر من تلك المعاناة التي قالوها. هناك يعني بناءات مبنية بطريقة يعني قدر يعني لا قدر الله يعني جزء خفيف ولا يعني
تسقط على رؤوس اهلها يعني بين عشيه وضحاها. هناك كذلك المطامير وهي الاخطر من كل شيء يعني في الفتره الصيفيه. هذه المطامير تفرز يعني الحشرات تفرز الفئران تفرز يعني الزواحف. هذه الحيوانات اصبحت تؤثر يعني الاطفال الصغار ومنهم من يعني شحال من حاله يعني تم يعني نقلها الى المستشفى بسبب يعني لدغه يعني لدغه افاء او يعني طيب وضع غير صحي وضع غير صحي للحارس. نعم. شكرا لك جزيل الشكر السيد عبد النور الناشط الحقوقي ومن قام بتصوير هذا الفيديو، لك منا كل الشكر. إذن مشاهدي الكرام، وفي الأخير وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، ولعل قصص هؤلاء طرحت عليكم الكثير من التساؤلات عن مصير السكنات بمختلف صيغها التي تبنى هنا وهناك. لماذا لا يستفيد هؤلاء منها؟ أهي غير كافية أم أن هناك سوء للتوزيع أم أن هناك أسبابا أخرى؟ الفيديو الأخير يعطينا أحدها. أترككم في رعاية الله وحفظه وإلى اللقاء. السلام عليكم، رانا في بلدية مراد ولاية بازا دائرة حجود، وحاليا رانا أمام مساكن تاع بلدية مراد اللي عندهم حوالي 20 سنة من انتهاء الأشغال، وبهذه المقابلة سنوصل هذه الكلمة إلى المعنيين بالأمر في التدخل. كيفاش عندهم 20 سنة يعني رانا نشوف فيهم مغلوقين؟ هل توضح لنا لماذا عندهم 20 سنة ما سكنوش هذه السكنات؟ إيه عندهم 20 سنة من انتهت الأشغال وما سكنوش. ولأنه رانا نشوف الأوضاع تاعهم بدأت تدهور، يعني علاش ما سكنوش؟ وش هو السبب؟ السبب هو يقول لك تاع العسكر تاع الأكناب تاع ما نبناش شكون يعني ما عندكمش اجابه واضحه على هذه السكنات علاش راهي مغلوقه منذ 20 سنه؟ ما عندنا حتى اجابه صحيحه، كل واحد كي شي يقول لك رغم انه لهنا المواطنين تاع بلديه مراد في ازمه سكن. ايوه راهم في ازمه سكن جد خانقه، ويعني ما عندك حتى اجابه واضحه لماذا هذه السكنات عندهم 20 سنه؟ انتم ما حاولتوش تتقربوا للسلطات المعنيه وتسالوا؟ السلطات داروا دي رابور كتبوها في لي جورنو، بصح بقات القضيه تاعها بقات القضيه يعني غامضه غير واضحه. غامضه غير واضحه، كل خطره شي يقول لك. رغم انه احنا حاولنا نستفسروا من بعض المواطنين، البعض قال لنا انه كاين مشكل ما بين البنكة وما بين الشركه وما بين الشركه وكل واحد كي يعني هذا مشكل اداري بحت، هذه هي البيروقراطيه اللي كنا نتحدثوا عليها. علاش المشكل اداري ولكن المواطن هو اللي يدفع الثمن؟ المواطن هو اللي راهو محتاج هذا السكن. بلديه مراد هما يدفعوا الثمن لانه هذه السكنات ما استغلوهاش والناس راهي في ازمه السكن. وشحال عندكم في بلدية مراد ما بناوش؟